تفضل ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول يا شيخ، إذا جاءنا الميت مثلا في النوم وأوصى بوصية، هل يلزم الأخذ بهذه الوصية؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يلزم أخذ هذه الوصية. أخشى يجي ميت بعدين يقول تصدقوا عني 1,000,000 ريال أو ألف مليون ريال أو 10 ريالات أو أخبركم بأن زوجتي مطلقة قبل أموت بسنة يجي يحرمها من الميراث. على كل حال لا يجوز العمل بالرؤية في الوصية وغيرها، اللهم إلا إذا قامت قرينة واضحة جدا جدا على ما رأى، فهنا يعمل بالقرينة لا بالرؤية. طيب الله يجزاكم خير. القرينة مثل إيش يا شيخ مثلا؟ القرينة كما جرى لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين قتل في غزوة اليمامة، فمر به أحد الجنود وعليه درع، أي على ثابت، فخلع الدرع من ثابت وذهب به إلى رحله ووضعه تحت برمة وعندها فرس يستن، فرأى صاحب ثابت بن قيس، رأى ثابتا في المنام وقال له إنه مر بي رجل وأخذ درع ووضعه تحت برمة في أقصى العسكر وحوله فرس تستن، ثم أوصاه بوصايا لأبي بكر رضي الله عنه وكان هو خليفة، فنفذ أبو بكر وصيته. القرينة هنا أنهم ذهبوا إلى المكان الذي عينه ثابت رضي الله عنه ووجدوا الدرع تحت البرمة عند الفرس. شكرا للأخت السائلة وشكرا لفضيلة الشيخ. ناخذ اتصال. شكرا لكم.